راحة. شو شعورك اليوم انت تتنفس الحرية؟ شعور مليح بس ناقص لانه داخل اسرى فضل بالسجون. بتمنى لكل اسير واسيرة لنا الحرية. هل في معك رسالة من الاسرى للاهل ولا في الخارج؟ انه يظلوا يهتموا فيهم. برا للاسرى. وان شاء الله خير. كيف المعاملة داخل؟ معاملة مش منيحة مش كويسة قبل إدارة السجون. وان شاء الله ربنا يصبرهم. اليوم اجوا يعني اهالي اسرى استقبلوك، يعني كيف كان شعورك انت؟ شعور لا يوصف والله. بتمنى لكل واحد يصير مستقبل زي هيك من كل الاسرى. يعني في بعض الاسرى عندهم صمود وامل انه يتحرروا. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله خلص.